ولنقاش ملف الاقتحام الأخير لميليشيا الحشد للمنطقة الخضراء وتطويق المقر الحكومية عقب اعتقال القيادي في الميليشيا قاسم مصلح، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ هلال الدليمي. أهلا بكم أستاذ هلال. أهلا وسهلا، نسأل الله مساءكم بكل خير. سعد الله مساءك أيضا. أستاذ هلال، كيف يمكن قراءة الأحداث المتعاقبة إثر اعتقال قاسم مصلح والتي انتهت بإطلاق سراحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين وللعاملين عليها. حقيقة تسليط الضوء على هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لكي يكتشف الشعب العراقي بأنه لا هيبة لما يسمى بالدولة حتى بشكلها المتهلهل في الوقت الحاضر، ولكن هذه المسرحيات تكشف لنا عدة أمور. أولها، إذا كان المتهم الذي أطلق سراحه متهم بقضايا قتل عمد ومتابعة وقتل وتصفية أناس عراقيون، فإذا أين القضاء العراقي؟ وهذه نقطة كبيرة يجب أن نضعها أمام من يسمون أنفسهم القائمين على القضاء العراقي في العراق، الذين حكموا على شباب و على أناس أبرياء فقط لأنهم يحبون العراق. أما قتلة الشعب العراقي فهم يسرحون ويمرحون ويطلق سراحهم بليلة وضحاها تحت تهديد السلاح المنفلت الذي يسيطر على الدولة بالوقت الحاضر. الشيء الثاني، أين من توعد وتعهد بإنهاء المظاهر المسلحة في العراق وهي الآن أخذت طابع العلنية؟ قبل كانت تعمل تحت غطاء الدولة وتعمل بسرية أو بشكل خفي عن على الأقل عن أعين الإعلام. الآن الأمر أصبح المجاهرة بالسلاح والمجاهرة باقتحام المقرات الحكومية وتطبيقها. هذا انقلاب على الدولة. إذا كانوا لا يعلمون السياسيين العراقيين الذين يقودون الأمر في العراق، هذا انقلاب على الدولة، انقلاب على السياسة، انقلاب على السيادة. أين سيادة القانون؟ أين سيادة الدولة؟ كيف سوف ينظر المواطن العراقي إلى هذا الكم الهائل من الاختراقات لكي يعيش بأمان إذا كانت الميليشيات هي التي تعدم وهي التي تقتل وهي التي تخرج مجرميها من المعتقلات عمدا وقسرا من الحكومة العاجزة؟ في هذا السياق أستاذ، المعذرة على المقاطعة، يرى البعض أن ما جرى رسالة للفت الانتباه على جرائم الحكومة والميليشيات بعد المجزرة التي شهدتها بغداد في تظاهرات 25 من أيار. ما مدى صحة ذلك؟ الحقيقة هو الموضوع ربما يكون من زاوية أخرى وهي ربما تكون أكثر إقناعا للمواطن العراقي، أن هذه كلها مسرحية أجريت لكي يقوم الحشد بالسيطرة على مناطق بغداد وحماية المنطقة الخضراء. ربما تكون هي هذا هو كل هذا المسرحية هذه التي قاموا بها الآن والقضية الإعلامية لكي يكون الحشد هو الذي يسيطر على بغداد ويقوم في نفس الوقت بتصفية وإجراء عمليات القتل للمتظاهرين في ثورة تشرين في 25 في ساحة التحرير، وعدد الشهداء والجرحى يتزايد. إذن هناك مسرحية تقاد من قبل الحكومة وتبين الحكومة نفسها بأنها هي ضحية، بأنها هو الجلاد، لأنه من البدء أنه نعرف أنه القوات الحشد الشعبي هي مرتبطة ارتباط قانوني وإداري برئيس ما يسمى الحكومة ورئيس الوزراء الكاظمي بالوقت الحاضر، وهو مسؤول عنها من الناحية القانونية ومن الناحية الأخلاقية أيضا، لأنه هم الذين دعموا هذه الميليشيات وهم الذين يجب أن ينظروا الأوامر. فإذا كانت أوامره لا تحترم وإذا كانت الاعتقالات هي مجرد أفلام تطبق على الشعب العراقي، هذا هو الاحتمال الأكثر إقناعا، لأنه لا تتحرك قوة عسكرية بأسلحة ويبقى الجيش والقوات الأمن والقوات الأمن الداخلية والمخابرات كلها تتفرج عليها. إذا هناك اتفاق على هذا التحرك على الأقل، وهو مدفوع لغايات لم تعلن بشكل صحيح، وإنما أرادوا منها التغطية
باعتقال فلان واعتقال فلان، وتقوم الميليشيات بالاستعراض، وهذا الأمر يتكرر، هذا لن يقف، لأنه لا توجد هيبة للدولة، ما سمى هيكلية الدولة، ولا بشكلها المتحرك كما أصبح. بالحديث عن هيبة الدولة، إلى أي مدى تعتقد أستاذ هلال أن ما حدث أمس وتمكن الميليشيات من إطلاق سراح أحد قياديها رسخ أكثر نفوذها في العراق، وأثبت ذلك بأن الميليشيات فوق الدولة في العراق، والحكومة لم تتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك؟ الحكومة هي جزء من النظام الميليشياوي في العراق، وهي التي أعطت هذه السلطة للميليشيات، لأن هذه الميليشيات مرتبطة بإيران ارتباط مباشر، تأخذ أوامرها من خارج العراق، وإيران كما قلنا في مرارا وتكرارا هي التي تسيطر على المشهد السياسي والعسكري والأمني في العراق من خلال الدولة العميقة التي أسستها حزاما وميليشيات وميليشيات مسلحة وفرق موت، ومن ثم برلمانيين، ومن ثم هيئة ترتبط بإيران بشكل مباشر. وعلمتم انه قام السفير الايراني بالبصق في وجه احد مسؤولين الدوله العراقيه قبل ايام، كما نشر في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، لكي يطلق سراح او يقوم باجراء ما يريده السفير الايراني. فتخيل الى اي مدى يحترم المواطن العراقي امام السفير الايراني في العراق. لكن الدوله العميقه واجهزتها وميليشياتها والحكومة هم كلهم ضمن نفس الدائرة التي تدور في الفلك الإيراني، ولا توجد دولة. لأن أنا أقول يعني أن الذي قاتل مع العدو الإيراني في حرب 8 سنوات وقتل مواطنين عراقيين هو الذي يحكمنا بالوقت الحاضر. أحزابنا مسميات سنة وشيعة وأكراد وما إلى ذلك، هؤلاء رفعوا السلاح بوجه المواطن العراقي وقتلوا عراقيين من أجل إيران. الآن هم الذين يحكمون وهم الذين يتحكمون، فإذا من باب أولى أن يكون ولاءهم معلن لإيران علنا، وخروج الشعب العراقي الآن في ثورة تشرين، ونحييهم من هذا المنبر الشريف أنه حي الله أبطال العراق، حي الله شهداء العراق الذين ستكون لهم البصمة في مسح وجه العراق الذي يختنق بهذا الكم من الظلم والتدخل الإيراني السافر في العراق. شكرا جزيلا لك. وأوصل هيبة العراق إلى هذا الحد. أشكرك الكاتب والباحث السياسي هلال دليمي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.